بدنا نقول انه باقي التكتل مجتمع الان باجتماع حول المبادره الرئاسيه اللي عم بيقوموا فيها تيار الوطن الحر، موجودين جوا بس طلعنا نحن وطلبوا منا كمان انه نطلع ونصرح، لانه اللي عم نسمعه كنا جوا اصداء كانه في حدا عم بيحمل التغييريين، بعد شوي رح يحملونا مصايب البلد كلها و100 سنه من تاريخ لبنان واخر 30 سنه، يعني كانه هالتغييريين بيتحملوا كل مصايب البلد وكل مشاكله. فبعتقد انه في محل ما صاروا مضحكين، يعني احزاب التركيبه واحزاب السلطه يجوا يحملوا المسؤوليه لهذه المجموعه اللي اول مره بتدخل الى البرلمان، وهي بتنبثق عن احزاب ناشئه. نشات هذه الاحزاب من وراء ازمه معارضه موجوده بالبلد. هؤلاء الموجودين اليوم اللي بيسموا حالهم موالاة ومعارضة، لا يوجد معارضة. بال 2016 راحوا إلى اتفاق كبير لغيوا المعارضة، ومن هون بلشت الحركة اللي انبثق عنها النواب 13، لأنه لم يعد هنالك معارضة ببلد يحتاج أكثر شيء إلى المعارضة. اليوم نحن عم نوصل، نحن جوا ولو أنت صحفية وبتفهمي لا ما في مشكلة، إذا قلبك علينا بيكون شغلة كتير منيحة. إذا مبسوطين أنتوا بهذا المشهد كمان صحتين على قلبكم. البلد بانهيار، البلد مشان هيك ليندا، البلد بانهيار كامل، وللأسف ما حدا رايح باتجاه إصلاح. بعدنا بهذه الجلسات عم نقوم بمسرحية سمجة، نطلع نفوت لجوا كلنا عارفين انه بده يفرطوا النصاب عند الدورة الثانية. عملنا مبادرة لفينا فيها على الجميع، دفعنا من رصيدنا لنقول لهم اخديننا على الفراغ، يعني اخديننا على المجهول. ونحن منعرف انه في توافق بيناتهم على الفراغ. ليه؟ لانه كل واحد بيشوف اذا ورقته بتتحسن. واحد بحط بيتفش اسم، حرقه ما حرقه، استعمله ما استعمله، فقط للاستعمال السياسي الضيق وليس لإيصال اليوم مرشح. انت برأيك انه اليوم بيقدروا يأمنوا له انتخاب؟ فلذلك اليوم لما بدي اطرح بضمن المبادرة اللي عملناها اخدين بعين الاعتبار كل التوازنات الموجودة، هيدي مبادرة واقعية من بسقة عن واقع بلدنا وحالتنا اللي وصلنا له. رحنا نقول لهم ما تاخدونا على الفراغ، نحن منعرف انه انتو فيكن تعطلوا بعض وتقعدوا تلوموا بعض وتلعبوا لعبتكن المعتادة، انا ما خصني الحق على الاخر، هو اللي معرقة لك هالمرة. نحن جينا نقول لهم تعالوا نتوافق اليوم على رئيس وما تاخدونا تنطروا كلمة سر او تنطروا شنط بكل صراحة. فهول الجماعة جايين يحكوا اليوم انه الحق على التغييرين، ولا شيء مضحك، مضحك جدا، ما شايفه غير هيك، ما بعرف. يا سيدي نحن بدنا نوصل الى لا، مشان هيك عملنا مبادرة، مشان هيك عملنا مبادرة وبرمنا عند الكل. يا عمي رحنا نحن اللي بنقول كلهم، يعني كلهم رحنا قعدنا معهم قلنا لهم يا جماعة خلينا كلنا نتنازل من اجل البلد. الذهاب الى الفراغ اليوم هو اخطر سيناريو. لبنان الجديد، نحن يعني 10 اصوات لبنان الجديد، 17 صوت اخذ لبنان الجديد، نحن من عندنا 10 اصوات صح، منهم موجودين، مش موجودين، ما قدروا سنتي عامله عمليه. ممكن يعني اتاخر انتخاب رئيس؟ اتصالات؟ نعم. عن ايه طبعا. ليش؟ لحظة، حدا منكم عنده شك كيف تمت الانتخابات السابقة بأي تسويات؟ يا بتجي كلمة سر من الخارج، يا بياخدون على شي مدينة، بياخدوا شنات وبفلوا. معلش عمين عم نضحك، بلدنا ضيقة، بلدنا بنعرف كلنا بعض وحارتنا ضيقة. معلش اليوم تحميلكم المسؤولية على موضوع عدم إيصال ميشيل معوض، لأن حسبوه 17 صوت مع ميشيل معوض، هيدا بيعطيه حظوظ للرئاسة. هل أنتوا بالدورة الثانية بده 65، هن هيدا اللي عم بيحملوكم المسؤولية. بس قولي لي منين بتجيب النصاب؟ ما اللي طارح ميشيل معوض عارف كثير منيح انه ما حدا عنده 86، ومبادرتنا انطلقت من فكره انه ما حدا عنده 86، والكل مستسلم انه الفراغ بركي بحسن له ورقته، بحسن له وضعيته، بغض النظر شو وضع البلد، هات لشوف الفراغ بركي انا بتفشلي شي دفشه، شي ناطر بركي بتنشال العقوبات عني، شي ناطر شي اعجوبه من شي مطرح، هيدي الانانيه عم نقول لهم طلعوا منا، جيبوا رئيس اليوم نقدر نطلع، نبلش نطلع من الحضيض. اخديننا مش على جهنم، نحن بجهنم
عم بيزيدوا عم بيعلوا النار بس عم بيعلوا النار عليه. حبيبتي انا عم بقول اذا مش عايشه يا ليندا ولا اقول لك شر، اذا منك عايشه هون بالبلد فيك تجي تطرحي هالسؤال، اذا جاي من النروج هلا فيك تطرح علي هالسؤال، بس انا بعرف انك بتعرفي والكل بيعرفه كثير منيح كيف بتم. شو بتفكر اليوم في خروج النواب من الجلسه؟ عم تسأل عن خروج بعض النواب من يعني اليوم من الجلسه، شو بتفسر خروج اي نواب من الجلسه؟ حزب الله اللي ظهروا اول شيء وبعدين العونيه. طب هذا يعني هاي ممارسه مستمره، بس انا بحب يعني هون شدد على محاوله اخذ تكتل التغيير باطار معين بتوجه انه معين خارج المبادره اللي نحن عم نعملها، محاوله تصوير هذا الموضوع وكانه تحميل لنا بمسؤوليه ما، هذا نحن بنرفضه كليا. نحن عندنا خطنا السياسي وعندنا وجهتنا وعندنا مبادره وتواصلنا معها عند الكل، ولكن محاوله الاستحواذ على تكتل التغيير باتجاه معين حتى يصير يتفاوض على ظهرنا بمكان ما بلحظه سياسيه معينه، هيدا ما رح نمشي فيه. والناس عارفه اليوم انه اي رئيس بده يجي بده الثلثين بالنصاب، يعني 86 بالجلسه الثانيه حتى نقدر ننتخب رئيس. فاذا محاوله وإيهام الناس وكانه التغييريين لما ما بيصبوا باتجاه معين وهو تخسير لهذا الخط يعني بسموه، هيدا تضليل للراي العام، هذا تضليل واضح للراي العام، لازم يكون كل الناس على بينه منه. اليوم في واقع بالمشهد السياسي بالمجلس النيابي بده يتاخذ بعين الاعتبار، واذا ما اخذناه بعين الاعتبار بنكون نحن عم نتعامل عن حقيقه وحنوصل، وهيدا احد اسباب وصولنا اليوم لهيدا على مشارف الفراغ، هيدا احد اسباب موصل. حضرتك تدعو للحوار مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني؟ مش حوار يا سيدي، اليوم المرشح يجب ان يتمتع بمواصفات معينة حطيناها بالمبادرة حتى يقدر يكون محل ثقة ويقدر يجيب هذه الأرقام، هيدا واقع مش مسألة حوار أو ما حوار، مسألة واقع، في أرقام بدها تنجاب بشكل معين وواضح النصاب. مجبورين تتحاوروا في شخصية، مش قصة حوار، في شخصيات أنت كيف عم تختارها بمواصفات معينة، هيدا ممكن يخلق هذه الكتلة اللي ممكن تنتخب، هيدا الواقع اليوم. أول شيء جبران باسيل ما كان جوا، الاجتماع هن لا ما كان معنا بالجلسة، بس سيدة عم قلنا نحن أول ما فتنا إنه مجتمعين مع التيار، هن عم يقدموا لنا المبادرة تبعهم وعم نتناقش فيها، طلعنا من الجلسة حتى نجي نصرح لكم، أحسن ما يكون في بس رواية واحدة اليوم شو صار بمجلس النيابة. أنتم كنواب تغييريين كمان عم بتسيئوا لهيدا التكتل بالسجالات اللي عم بتبين ظاهرة، شو صار بالسجال بينك وبين مارك دو وشو مصير هيدا التكتل؟ ليك هو معلش تركون في التكتل يعني في سجلات بكل الكتل. اوكي ما بعرف ليش ما بتطلع يعني على الاحلام، تركيز بس على التغييريين، خلونا نحن بالنهايه وبالنتيجه في اصوات عم تنحط بالصندوق وهذا اللي هم بالنسبه لنا. طب التنسيق دائم التنسيق مستمر رح يكون بيعرف رأيي شو بدي اقول له، بيعرف رأيي ما بينطبق علي الورقه تبعه بس طبعا ما بيعرف، وحكينا بهالموضوع نحن اول كتله افقيه بشكل كامل، ولذلك ايه اكيد في تباينات في كل واحد عنده راي، بس نحن مشتركين برؤيه وباهداف واضحه، فلذلك اليوم التركيز على كل نقطة وتكبيرة بالإعلام ما بعتقد هيدا هم الناس اليوم، هم الناس كيف فعلا شوي تتحسن أحوالهم وهيدا البلد يشوف فجر جديد. شكراً. هل نصيف حتى هو طلب منا أن نتريس بطرح اسمه، ونحن كمان عم بحوار مع الاعتدال مع كتلة صيدا وتقريبا يعني متوافقين على سلة من الأسماء، ورح يكون هيدا الويكند عندنا اجتماعات على هيدي هي المسألة. كتل الكبيرة مش بدها شوف مع الثنائي.